يلعب مباراة المباراة اللازمة الشريفي لحد الآن. مرفوع الكرة بالراس با 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 جول. برنس إبارة ينصب نفسه أميرا ويسجل الجول. اسم على مسمى يا إبارة أنت برنس. الهدف الأول بروعة. الكل يتفرج على هذه الكرة العالية والساقطة في نفس الوقت. الكل يلتقط صورة للارتقاء وصورة أخرى للكرة وهي تزور الشباك بشكل رائع في القائمة الثانية بالرأس. من الكونغو جاء إبارة وسجل جول بالرأس. بوم حطها له في الزاوية البعيدة. الكل يتفرج عليها كرة ساقطة رائعة كثير. التوزيع من رضوان شريفي ورائعة الرأسية من إبارة. جول يهز شباك الحارس أوديامبو حارس مرمى غورمايا بالروعة اللازمة. حطها له في الزاوية اللازمة وجول. اتحاد العاصمة متفوق على غورمايا. تجربة والثقة في النفس كذلك. مختار بن موسى أرضية جول. أمير سعيود يفعلها ويسجل جول ويضمن التأهل للدور الرابع النهائي بهذا الجول في منتهى اللعبة الروعة من هنالك على الجهة اليسرى. مختار بن موسى يمرر على طبق ليس أمير سعيود بيسرى حطها في الزاوية اللازمة أمام أوديامبو. جول. شوف اللعبة من بن غيت بسرعة لمختار. مختار لأمير. أمير في الشباك. جول. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة. في وقت كنا نتكلم عن بن غيت عن ثقته في نفسه عن الصنع عن المهنة عن الخبرة والتجربة التي تسمح له بأن يكون قائد لعمليات الاتحاد. مختار بن موسى والصراع هكذا بين الإخوة بين اللاعبين والمناصرين. با 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 جول 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 لنادي غورمايا. وكأن الاتحاد لم يسجل هدفا ثانيا وأمير سعيود لم يسجل هدفا رائعا. وجاء الجول عن طريق جاك تشوي سنج بهذا الشكل في العشر دقائق الأخيرة. يعيد الأمل جاك تشوي سنج لنادي غورمايا. هاي الإعادة الركنية المنفذة من هنالك بشكل رائع في القائمة الثانية. شوف التهاون ماذا يفعل. تشوي سنج تخليه وحده يسجل لكم. نعم جبتها من الداخل.